لم يكن خفيا على أحد تورط ساكن الرجمة في الاستعانة بمقاتلين مرتزقة أجانب سواء كانوا من روسيا أو السودان أو تشاد، رغم محاولته إنكار ذلك لتضليل الرأي العام، لكن ما كان يخفيه حفتر هو هويات المرتزقة وأشخاصهم الذين ظهروا هذه الأيام في فيديوهات مختلفة في سرت والجفرة وضواحي طرابلس كتفا بكتف مع ميليشياته من الليبيين. وبالتزامن مع خسارة ميليشياته السيطرة على عدة مدن، يبدو أن حفتر فقد السيطرة أيضا على مرتزقته من الجنجويد الذين أقدموا على نشر صور وفيديوهات تؤكد تواجدهم في ليبيا. حسابات مرتزقة حفتر على فيسبوك أظهرت أيضا تصور تمركزاتهم وألياتهم، كما طالب بعضهم حفتر بدفع رواتبهم التي على ما يبدو أنها تأخرت، بينما ظهر آخر يقود سيارة مسلحة على أنغام الموسيقى السودانية وهو يريد تحرير ليبيا من الإرهاب كما يزعم. وكشفت بعض الصور تواجدهم في معهد كلية الطيران في سبيعة، ووصف أحدهم في منشور له مقاتلي الوفاق بالجرذان وأنه قادم إليهم. تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعنيين بالسودان أكد في فبراير الماضي وجود جماعات مسلحة دارفورية تقاتل كمرتزقة بليبيا، وأن حفتر يزود كل 10 منهم بمركبة وأسلحة ويسمح لهم بعد أي عملية بالاحتفاظ بما يستولون عليه من مركبات وممتلكات، مبينا أن السماسرة يدفعون للجماعات المرتزقة نحو 3,000 دولار نظير كل مقاتل جديد ينضم لمسلح حفتر. وتعد الحركات التشادية والسودانية الأكثر انخراطا في القتال مع الحفتر، فمن السودان تتصدر القائمة حركة تحرير السودان جناح مني مناوي والعدل والمساواة، أما من تشاد فتبرز الحركة من أجل الديمقراطية والعدالة والمجلس العسكري لإنقاذ الجمهورية التشادية، وتنشط كل هذه القوى في عمليات تهريب وقود ومخدرات وسلاح وهجرة غير نظامية. هي صور وفيديوهات لم تظهر هوية المرتزقة فحسب، وإنما أبانت وأفصحت عن حقيقة الجيش الذي يزعم حفتر تأسيسه في ليبيا وإنشاءه.